إذا مش هننظف الإعلام المصري. أنا رحت أنضم في مرة، رحت أنضم في مرة لقلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة طول مصر بناسها بتعيج مليون وبيزيدوا لسه. في عيني على القلة يا ليلي على المندسة، فتشوني وأنا داخل، فتشوني وأنا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية. قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد، لمحت بنت بعيد ماشية يافطة في الميدان، يا ترى مكتوب بالفارسي ولا مترجمة في لبنان. تلاقي كتب عليها الحلوة دي من طهران، ولا هشوف في ايديها الوان علم ايران. قربت لقيت مصرية وكتبة احنا ليه بنتهان. شاب بيعزف عود، شاب بيعزف عود باصابع خارجية. تلاقي كاتب النوتة في اجندة دولية. قربت لقيته بيعزف اغاني الشيخ امام، ويرد عليه الشعب يريد اسقاط النظام. بقى هي دي القلة عي عرة الاعلام، عي ابوء النظام، يا ابوء النظام، يا ساقط ابتدائية في اختراع اسمه قنوات فضائية. يعني ما سمعتوش عن حاجة اسمها دش، ولا ما زهقتوش للتضليل والغش، وبعد ده كله لسه المذيع له وش. يا عم الاعلامي، يا عم الاعلامي، يا ابو الكلام شفاف، صلتك عالشاشة توحي بالاسفاف. بطل بعقولنا كد واستخفاف، ده المنظومة فاستا من ساسها الرأسها. الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل، خلى تلفزيوننا فضحته بشخليل. عايش بالأوهام يخيبك إعلام، ده الشعب يريد تطهير الإعلام، الشعب يريد تطهير الإعلام، الشعب يريد تطهير الإعلام.